حيث زار سموه الفضاء المؤسساتي الذي يضم معارض للحرس الملكي والقوة المساعدة والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، حيث قدمت لسموه التوضيحات والشروحات الخاصة بارتباط الفرس بالعديد من المهام المناطة بهذه القوات لكل رواق تخصصه المتفرد وفق مجالات التدخل المرتبطة به والتي تتخذ من الفرس آلية لإنجاز المهام التي تسهر على تأديتها خدمة للواجب الوطني. المعرض له طابع معماري خاص يتخذ من الفرس كسمة ثقافية وتاريخية مرتبطة بالمغرب نقطة تلاقي يجتمع عندها الفن والرياضة والتنمية والانفتاح على العالم دون إغفال الجانب الاحتفالي الذي يدعو زوار المعرض إلى تذوق جمالية التنوع حين تجتمع عند مخلوق نبيل ارتبط ذكره بأصالة المملكة المغربية وعراقة تاريخها. كما زار صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أروقة للعارضين تمثل مختلف جهات المملكة التي تتجلى كفسيفساء ثقافية وتراثية وفنية غنية مرتبطة بالفرس كموروث متجذر في الثقافة والوجدان المغربي. المعرض يتفرع على مجالات تخصص في تربية الخيل وإتقان مهارة الفروسية والصناعة التقليدية التي تعكس الإبداع الفني للصانع المغربي الذي حافظ على إرث تاريخي وطوره دون المساس بهوية الموروث. المعرض هو مجال مفتوح للمنتوجات والخدمات المتعلقة بقطاع الفروسية، دورة هي الثالثة عشر من نوعها اتخذت شعارا لها الفرس عنصر للتنمية المجالية.